ردت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين غير المعترف بها من قبل الجماعة في بيان لها على الهجوم المتكرر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الجماعة وتوالي اتهامه لها بالاصطفاف مع ما أسماه محور الشر. وقالت الجماعة في بيان لها على موقعها الرسمي، قالت إن استمرار ولي العهد السعودي بالافتراءات والأكاذيب بحق الجماعة وربطها بالإرهاب هي محاولة خائبة لمنحه تذكرة برعاية صهيو أمريكية لتوليه العرش. وأكدت على أن ما يفعله القادة السعوديون هو نكوث عن الواجب الديني والقومي ورمي الناس بالباطل وقتل المدنيين وحصار الأشقاء والتواطؤ في سرقة الأراضي والتنازل عن القدس وتمتين العلاقات مع الصهاينة على حد تعبير البيان. واعتبر البيان ما قاله ولي العهد السعودي عن حق الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنه نموذج وقح من البيع دون مقابل سوى كرسي حكم زائل مقابل تنفيذ صفقة قرن واهية أو كما جاء في البيان. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد عباس القباري القيادي بالمكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك معنا أستاذ عباس، ودعنا نتحدث أكثر عن هذا البيان الذي أصدرتموه ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لماذا؟ أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بالجمهور الكريم. دعنا أولا نحرر الدباجة اللي حضرتك يعني أشرت إليها. أنا أولا المتحدث الإعلامي باسم المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين ولست فقط قياديا فيه. حضرتك دأبت الجزيرة أو الجزيرة مباشر بالأخص على تقديم المكتب على أنه الغير معترف به. دعنا نقول أن هذا الوصف هو وصف يعني أربأ بالجزيرة أن تتحيز دائما في قولي. طيب عباس، حتى لا ندخل في هذا الجدال الذي يعني في كل مرة بيكون موجود، أرجو بعيد، نحن لا ننحاز إلى أحد، فأرجو أن ندخل في صلب الموضوع. يعني أرجو منك أن تدخل في صلب الموضوع. كويس، طيب تمام. البيان موضوعنا. موضوع البيان هو السعودية أو المملكة العربية السعودية ضمن محور كبير، هي ترى مصر الآن بين ثورة وانقلاب. الصورة لم تتغير منذ تدخل السعودية فيها وإفسادها بالشكل الذي رأيناه ضمن تسريبات أذاعتها الجزيرة أو ضمن أمور تثيرها القيادة السعودية بين الحين والآخر. تصريحات متعددة في مناسبات متوالية، لكن أخص بها تصريحين. التصريح الأخير للملك يعني ولي العهد السعودي، والتصريح الذي قبله لوزير الخارجية. وزير الخارجية قال أوصافا وصف بها جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في العالم كله، ثم خصصها في النهاية بأنني كنت أعني جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وكأن المشاحنة الآن بين السعودية كقيادة وبين الثورة المصرية متمثلة في طليعتها جماعة الإخوان المسلمين منذ الثورة، والسعودية تتعامل مع هذا الوضع بهذه الحيثية. الإخوان المسلمين أصبحوا إرهاب، أصبحوا بين عشية وضحاها إرهاب بعد كل هذه الحوارات وكل هذه التحالفات وكل هذه الترحيبات من قبلهم بجماعة الإخوان المسلمين. أصبحت بين عشية وضحاها هي الجماعة الإرهابية المستهدفة والمستهدفة من الجميع. طيب ما الهدف؟ ما الهدف عباس من هذا؟ يعني طليعتها، اسمح لي عباس، كان صدمة في مصر ان احنا طليعة هذه الثورة والهجوم علينا حتى الان وفق هذه الحيثية. طيب نحن كنا احد مكونات الثورة الرئيسية. ما الهدف من يعني تصريحات ولي العهد السعودي فكرة شيطنة الإخوان بالمناسبة بشكل عام؟ هو حتى لم يخصص اي إخوان، بشكل عام وضعها في محور الشر. انتم تريدون ان تعملوا على إخوانة اوروبا، انتم اكثر خطرا حتى يمكن من يعني من تنظيم القاعدة الذي بدا يتلاشى على حد وصف محمد بن سلمان. لماذا في هذا التوقيت وما الهدف؟ والله يا استاذ احمد هي تركيبه على بعضها، هو سياق واحد. احنا يعني اذا كان قدر للمملكه العربيه السعوديه ان تقود حلف في المنطقه، مصر كانت الطرف الاضعف فيه بالمناسبه. يعني وان كان يبان ان عبد الفتاح السيسي ونظامه الانقلابي هم يعني ضلع من اضلاع هذا الحلف، لا هم متاخرين في هذا الحلف، هم بتجيلهم اوامر مباشره من ولي العهد السعودي مش من الملك حتى. فمصر تتاخر، فوفق هذه المعادله تاتي القوى الكبرى التي كانت تضبط الاداء وتضبط ايقاع مصر
هي كمان تتأخر عشان لا تقوم لها قائمة بعد ذلك. هم يريدون مصر القزم، يريدون مصر الصغيرة، يريدون مصر التي خرجت من كل المعادلات، ولذلك يرون من هو صاحب الأثر المباشر في مصر ويضربون الرأس كما يقال. الأمر الآخر، ما زالت إسرائيل في الصورة، ما زالت الصهاينة في الصورة. إسرائيل ترى حماس وهي فرع من فروع الإخوان هي المؤثر الرئيسي عليها، فلذلك تحرك كل أذرعها في المنطقة، كل من له حاجة عند إسرائيل تملي عليه أن يتهم الإخوان بهذه التهمة وهذه الفرية بأن يخرج الإخوان من الصورة. قطر وحصار قطر كرأس المثلث فيه الإخوان، لا تدعموا حماس، لا تدعموا الإخوان، ولا يعني من أين أتوا بهذه الفرية التي قالوا فيها أن قطر تدعم الإخوان أو غير ذلك. هذه الأمور هم يضعون على الخريطة دائما يعني أجندة ليست عربية بالأساس، هي أجندة إسرائيلية صهيونية، أجندة أمريكية تملي على يعني أصحاب القرار في المنطقة عدة إملاءات من الممكن أن تكون خارج اهتماماتهم. يعني الملك السعودي وولي عهده يتعاملون تعامل مباشر مع إخوان اليمن، يتعاملون تعامل مباشر مع إخوان آخرين في شرق أسيا وفي غيرها. الإخوان الآن هل هم يرمونها من قوس واحدة؟ لا، هم أصبحوا يخصصونها بمصر. لا أعرف يعني ما أهمية وضع مصر بالنسبة لهم، لكن أنا أراها أنها تقديم لمصر، تقديم لكل الطاقات المباشرة التي تؤثر في الشأن المصري. مصر خرجت بالأساس من الصورة الإقليمية، وقبلها وسبقتها العراق، هم أفسدوا في العراق أيضا، وسبقتها سوريا. هم يقولون عن سوريا الآن أن بشار الأسد هو الأنسب للمنطقة، هم يفسدون كل المحيط حتى يبقى رأس المحيط هو السعودية، رأس المحيط هو الإمارات، ولا شيء بجانبه. أشكرك شكرا جزيلا. أحط بقى في المعادلة دي كل القوى المؤثرة، أنا قلت ذلك، كل القوى المؤثرة في المنطقة يأتي على رأسها الإخوان، اضرب الإخوان حتى تنتهي الإخوان. هذا ما حاولوه في السابق وما يحاولونه الآن. عباس قباري المتحدث باسم المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين غير المعترف بها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من أسطنبول. وأستاذ منير، لو لك تعليق على هذا البيان أو حتى تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن يعني ربط الإخوان بالإرهاب ويريدون العمل على أخوانة أوروبا وما زال، كيف ترى وتقيم؟ يعني هذا صراع متخصص شوية، لكن إذا أذنت لي أعلق بثلاث كلمات على موقف السعودية من الإخوان. سبحان مغير الأحوال. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد منير الكاتب الصحفي، كنت معي عبر سكايب من القاهرة. لو لك تعليق أيضا في بكلمات كما قال ثلاث كلمات اختراع عدو وهمي، اختراع عدو وهمي من قبل السعودية. نعم. ولي العهد السعودي في نعم. الإخوان يعني ليس هو العدو الحقيقي بالتأكيد. يعني طوال الوقت كان في تحالفات ما بينهم وبين بعض، ويعني ولازال هناك حتى الآن علاقات ما بين أطراف مختلفة في السعودية والإخوان وخلافه كما يقولون، يعني وبالتالي هو عملية اختراع عدو وهمي لا أكثر ولا أقل. نعم. محمد عزام الكاتب الصحفي أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل، نواصل المسائية وفيها صحيفة المونيتور الإلكترونية الأمريكية تقول الأطفال والنساء الأكثر تضررا من حصار الجيش المصري لسيناء، والأهالي للأمم المتحدة أغيثونا.